السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، مجدد لقائنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، مشرفني ومنورني محمد من بيئة لكفر الشيخ. وطبعا محمدين يا جماعة واقف بره اهوت محروق، قال لك ادخل معانا بآخر آخر الفيديو. طبعا محمد يا جماعه تواصل معانا من قيمه 4 ايام او 3 ايام وكلمني، وجي خد ارنبه قبل كده، تمام صح؟ جه خد ارنبه قبل كده، وبعد كده قال لي انا عايز ابو نرمين اجي اخد ارنب من عندك في قلب البيت. فطبعا شرفنا يا جماعه في قلب البيت، وجي اتفرج على الحاجه، جاب محمدين وجاي مشوار اكتر. طلع بالك قد ايه الاول؟ قدم نفسك الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي محمد ابراهيم، طلع من بعد الصلاه على طول. طب خدت وقت قد ايه في المقطع الطريق؟ خدت يعني الوقت لحد دلوقتي الساعه 4 كده، يعني بتاع 3 4 ساعات. خد يجي 3 ساعات يا جماعه لحد ما وصل لنا علشان جاي يشتري ارانب. هو جاي يا جماعه ثقه في القناه وثقه في ابو نرمين وحبا في ابو نرمين. سيبك من اي حاجه، احنا قلنا يا جماعه قبل كده الارنب حجه، يا جماعه الارنب حجه، هو اللي بيعرف الناس ببعضها وبيقربنا من بعض وبيخلينا ازاي ان احنا ننجح في مشروع الارنب. وانا كل هدفي ان هو ينجح. خد ارنب ما شاء الله بعياله، وحاسس ان هو حابب الموضوع وعنده ارنب تاني يا شباب، حابب برضه يجي واخد حاجه شباب. فضل الله هنا طلعت له 4 حتت يا جماعه شباب همت، يعني 2 ريكس وواحده هاي بلس وواحده سيلفر. وطبعا هو برضه محمدين كل واحد ياخد في حاجه، وبعمل لهم الواجب فوق الواجب واجب، ودخل المكان كل حاجه يا جماعه بنقيها من قلب المكان. يعني بختار الارنب ايه في العادي. كيف المنتجات 7 كوكبر. طبعا يا جماعه بيجي ينقي الارنب من قلب المكان مباشره، بحيث ان هو برضه يتفرج على الحاجه، يشوف الحاجه ماشيه ازاي ودينا فيها ايه. ما تيجي يا محمد ايه؟ شوف ولا ايه؟ تعالى حمدي يا جماعه حمدي. تحب تقول للناس انت بتتابع القناه بقالك قد ايه، ومربى ارنب من امتى، وازاي اشتغلت في الارنب، وفكرت ازاي، وعندك هناك قد ايه والكلام ده؟ انا بدات في تربيه الارنب من 10 شهور كده. 10 شهور. تابعت القناه بتاعتك وشفت فيها الارانب يعني، ولقيته مشروع يعني. بص الكاميرا، بص الناس، مشروع يعني مكسب كده يعني، وايه يعني تربيته سهله، مش متعب يعني. وغير كده كمان يعني الارنبه مش ايه، مش مشروع اللي هو مشروع بايظ يعني، مشروع. امال بالنسبه للناس يقول لك ما ارنب مشروع فاشل ومشروع فاشل والكلام ده، تجربتك ايه انت بقالك 10 شهور مربي ارانب او الكلام ده يعني؟ لا تجربه ناجحه، لان الارنب يعني مش بتولد واحد ولا اتنين ما شاء الله يعني. الارنب اقل حاجه بتولد 5 ارانب يعني. وانت طالع لما لحد 10 12 يعني بقول لك خلينا في الوقت، اقل حاجه 5 ارانب. تمام. يعني لما انت عندك 6 نتيان ولا حاجه، لو انت داخل تربي على البلهادي 5 نتيان ولا حاجه، وجبت سلكتين وربيت، وهتبدا بقى مشروعك صح يعني، مش هتكلفك حاجه، وفي نفس الوقت بقى ايه مشروع بينجح معاك. انت عندك كام سنه يا محمد؟ عندي 17 سنه. عندي يا جماعه 17 سنه وجاي مشوار من اخر الدنيا، جاي اخد ارانب. لما يبقى شاب عنده 17 سنه وعنده طموح ان هو يعمل مشروع ارانب ويبدا بذكر و4 نتيان او ذكر و5 نتيان، وربنا يكرمه ويكبر مشروعه من 4 امهات، يبقى عنده بعد كده 50 ام، وعنده مشروع يصرف بيه على نفسه، يعتمد على نفسه ان هو ما يشتغلش عند حد، صح؟ صح. الشغل عند ناس ذل. ال 50 ارنب يا جماعه النهارده كمشروع يصفي لك الجواره شويه، عشان خاطر حاسس ان حامد متذنب بالله. تعالى كده، تعالى. طب يا جماعه ال 50 ام النهارده يصفوا لك كمربي في الشهر 6000 جنيه 7000 جنيه صافيين، بعد اكلك وشرب اكلهم وشربهم ورعايتهم وكلام، صفوا لك من 5000 ل 7000 جنيه. لو انت عندك 100 ام بقى ما شاء الله 100 ام، بالصلاه على النبي عد بقى، شوف الخير بقى عندك ازاي. بس اهم حاجه تكون انت بتشتغل صح، تكون بتشتغل بعلف جيد، بنظام تهويه جيده، بمكان كويس، اشتغل صح تلاقي ربنا يبدأ ان شاء الله يكرمك ويخلي مشروعك ناجح ان شاء الله. ما تقولش يعني الارانب بتموت وكده يعني، ابدا صح. الناس بيقول لك الارانب فاشل، الارانب مشروع فاشل والكلام. لا خالص مش فاشل ولا حاجه، انت بقى حسن ارنبك بقى واهتم بيه، اديله يعني وقت الكفايه، مش تسيبه بقى كده ويموت وتقول ده ارنب مشروع فاشل وكده. اهو مشروع فاشل يا شباب اهو، ان شاء الله امات اهي، وادي الخير اهوت ان شاء الله ربنا يبارك اهوت خير. اهو يا شباب ما شاء الله ربنا يبارك، ادي خير اهو. فين بقى الفشل؟ وده عشار، امه ده عشار. تعالى هنا كده يا حموده ما شاء الله، خير اهو يا جماعه اهو، ربنا يبارك اهو. فين بقى الفشل يا جماعه؟ اهو
كده ما شاء الله ربنا يبارك خير يا جماعه، حاجات ما شاء الله جميله جدا، خير اهو اهو انتاج انتاج اهو ان شاء الله ربنا يبارك. وهنا نفس الطريقه اهو كل الهدف يا جماعه، وهنا برضه نفس الطريقه يا شباب ان شاء الله ربنا يبارك اهو. دول انتاج يا جماعه، هنا اربع امات في المكان ده، يعني ده انتاج اربع امات في المكان ده، غير اللي بتدلع غير اللي بتبيع والكلام ده. اما تيجي تبص يا ربنا كرمك ونجحت باربع امات، بقى عندك مشروع كويس. صح حمدين؟ رجع حمدين، تعال خش حمدين، خش خش تعال يا عم، انت كسبت 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 ليه؟ تعال يا عم خش معانا. تحب تقول ايه للناس؟ الناس اللي بتقول لك مشروع فلاش، تحب توجه لهم رساله تقول لهم ايه؟ والشباب الصغيرين اللي عايز يبدا مشروع الارنب، تقول له يبدا بكام ام واشتغل ازاي؟ واول حاجه اللي بيقول على المشروع الارنب مشروع فاشل، اللي هو اصلا هتلاقيه ما رباش، يعني اللي بيتكلم ده مش ما او خد تجربه مثلا جاب ام وحشه، ما اللي بيجيب بقى يا جماعه يختار بقى واحد موثوق فيه زي ابو نرمين مثلا، يعني يجي يجيب منه ارانب مضمونه ماشي عشان يربي بقى سلالات نظيفه، مش يروح يجيب حاجه عيانه مثلا ويروح يربيها تموت، يجي اقول المشروع الارنب مشروع وحش. تمام، يعني لازم ان ايه تعتني بالارنب وتجيب حاجه نظيفه. الناس اللي بتشتري من السوق تقول لهم ايه؟ لا اشتري من واحد موثوق فيه الصراحه، دي اهم حاجه يا جماعه. معلش انت النهارده واحد مربي إيه عنده ارنبه او اتنين بيولدوا، ويقوم الام ولدت سبع ارانب، يقوم جاي واخد السبع ارانب مربوهم يقول لك ده عرف سلالات. طب ازاي؟ هو بيروح اختبارات نادي النادي نادي الاهلي او الزمالك او اي نادي، بيروح 3000 لعيب او 4000 شخص بيقدم في الاختبارات، هل النادي يقبل ال 3000 لعيب؟ بيختار منهم ايه؟ اللي يصلح لعيب كوره، اللي يصلح ان يبقى لعيب كوره. كذلك برضه احنا بنختار من الارانب ديت اللي يصلح ان يبقى سلال، بنختار من الارانب اللي هم الولد ده 7 ولد 8 ولد 9، بنختار منهم اللي يصلح يبقى سلال، بنطلعه سلال. اما اللي ما يصلحش هيطلع ازاي؟ يعني لحم على طول، يبقى في اللحم تاجر وتبيع الحاجه للحم. انت مثلا مش فايد عليك بيع لحم، مش فايد عليك كله، انا فايد عليك بعمله ربيه اللي هو السويه ربيه حاجه نظيفه بس. طبعا انت شرفتني ونورتني، وانا سعيد جدا بوجودكم معايا النهارده، محمد وحمدين اولاد كفر الشيخ، وتحيات يا جماعه كل كفر الشيخ وكل بيله والجرايده ومنشيه الجرايده والترزي وسريوه والزعفران والسحايت وعزبه فايزه وابو رجحي وابو عطيه وكل كفر الشيخ يا جماعه، يعني خطره كله بفضل الله، انا هرس الخطره كله بفضل الله. وطبعا تحياتي لكل محافظات مصر، الناس اللي بتتابعنا والناس دول العرب، الناس اللي بتتابعنا على اليوتيوب. وطبعا سعيد جدا بيكم، وسعيد جدا بمحمد ان يبقى شاب عنده 17 سنه يا جماعه، وجاي مشوار اكتر من 3 ساعات او ساعتين ونص جاي لحد عندنا هنا عشان يشتري ارانب، ده حبا فينا قبل اي شيء. غير الارنب، واحنا قلنا يا جماعه الارنب حجه، احنا كده كده بنكسب، كده كده بنكسب، وكده كده بنبيع ارانب. تمام، سواء لمحمد او لحمدين او لاي حد تاني بيشتري ارانب، احنا كده كده بنبيع ارانب. بس يا جماعه الارنب حجه والله، بيعرفنا على الناس. مثل شعبي بيقول لك خد لك من كل بلد صاحب، خد لك من كل بلد حبيب، ما تخش من كل بلد عدو. مثلا النهارده انا لو نزلت مثلا عندهم في كفر الشيخ او الكلام ده وحصل لي مشكله، هرن عليه اقول انا في المكان الفلاني وعندي كذا، يبقى بقى اصبح ان بقى لي ظهر في المكان اللي انا رايحه، بقى لي سند، بقى لي شخص مثلا لو خبطت عليه هيفتح لي بابه. فاهم من الارنب كمان، اصل الارنب فلوسه هتصرف، وسيله الفلوس وسيله مش اصيله، الارنب برضه عباره عن وسيله، هيتباع هيتاكل هيموت فلوسه هتصرف. اللي بيبقى بقى ايه الكلمه الحلوه والمعرفه، ده اللي بقاش. تمام، وطبعا انا سعيد جدا بيك يا محمد، نورتني وشرف. ايه تعال خش والله لا تدخل، تعال خش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا اسمي حمدين محمد من العيقه، انا سعيد جدا بابو نرمين والله، ربنا يكرمك. يعني متابعه بقالي 4 ايام على اليوتيوب، وقناه يعني جميله يعني الارنب، يعني انا سعيد ليك والله. انت شرفتنا والله يا حمدين، ومنورنا ومشرفني، وجاي من اخر الدنيا برضه يا جماعه. العائق ده اصلا تبع بيلا كفر الشيخ، صح؟ تبع بيلا كفر الشيخ. وطبعا محمد وحمدين جم خدوا ارنبه، وجم جايين دلوقتي، يعني الكلام ده كان امبارح ولا اول امبارح؟ اول امبارح؟ الارنبه كان امتى؟ اول امبارح. اول امبارح جم خدوا ارنبه يا جماعه بعياله، وجايين دلوقتي النهارده ياخدوا ارنب شباب ببقاره. واحنا يا جماعه تحت امر الجميع، واي حد محتاج مننا اي ارانب، محتاج مننا سلكات، محتاج اي علف ادويه، اي معلومه، تمام، احنا تحت امر الجميع في اي شيء. كل هدفنا ان انت تنجح، هدفنا ان انت تحب تقول للناس.
والله انصحهم ان تربيه الارانب حلوه والله، هو مشروع حلو. في ناس بتقول لك هو مشروع مش كويس، بس هو مشروع حلو بس ابداه صح بس. يعني هو مشروع حلو والله. تمام. طب انت عندك كام سنه؟ انا عندي 17 سنه. شوف يا جماعه، شباب زي الورد، كلهم شباب زي الورد يا جماعه، يعني منظور اولادنا وما شاء الله جايين ومشوار وعشان ان هم ينجحوا واشتغلوا والكلام ده. طب انت اخترت ارانب ام دي؟ انا اخترت، احنا هناخد الاربعه على بعض. احنا تحت امر الجميع يا شباب، اي حد محتاج اي ارانب محتاج اي حاجه احنا تحت امر الجميع. وطبعا اخوكم ابو نرمين بتشرف بيكم، بتشرف باي حد من الناس يا جماعه اللي بيشرفنا على اليوتيوب او بتابعنا على اليوتيوب. اخ وصديق عزوه، احنا كلنا يا جماعه عيله بنكمل بعض على اليوتيوب. اهم حاجه الهدف يا محمد يا حمدين من القناه النجاح، الثقه بالله نجاح. الهدف يا جماعه من القناه النجاح، انا عملت القناه ديت في الاول كان الغرض من القناه هو المعلومه. فطبعا لما الموضوع كبر والاهالي كبرت معايا بدات ان انا ابيع واشتري، تمام، بس كان الغرض من القناه كان المعلوم. الوقت اصبح ان القناه لما كبر بيع واشتري عن طريق القناه. صح. ما اللي عايز قبل مش هقدر اقول له لا. صح، فهمتني؟ طبعا يا جماعه دي كانت حلقه النهارده، بحبكم في الله. تحب تقول اخر كلمه ثانيه؟ وانت يا محمد شرفتني ونورتني. طبعا انا سعيد جدا بيكم، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم النهارده. أيوة. 16 رمضان، وان شاء الله يا جماعه انتظروا مفاجاه ان شاء الله بعد العيد، المفاجاه الكبيره ان شاء الله انتظرونا مفاجاه بعد العيد. طبعا اشكركم لحسن المتابعه، شرفني محمدين وشرفني محمد حمدين ومحمد، شرفوني ونوروني. اشكركم لحسن المتابعه. طبعا الجندي المجهول اللي ورا الكاميرا احلى حامد مجد ابو عادي اللي بنور الدنيا كلها والله. صوم طيبين، اشكركم لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.